بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المكرمين ومن سار على نهجه ونهجهم إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اجعل أول هذا العام فلاحا، وأوسطه نجاحا، وختامه صلاحا. اللهم اجعل هذا العام عام الخير والظفر والفوز والنصر للإسلام والمسلمين، وعام الهزيمة والدحر لكل من يعادينا يا رب العالمين. اللهم اجعله عام الخير والبركات والصفو والرحمات والباقيات الصالحات. اللهم اجعله شهر نزول الرحمة، وشهر حلول النعمة، وشهر دفع النقمة، يا منعم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم عام النصر لعبادك المجاهدين، وعام الفرج لعبادك المستضعفين، وعام الهزيمة للصهاينة أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا ما كان منا، واستر علينا بسترك الجميل، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواننا الكرام في انطلاقة الموسم الخامس من برنامجنا السنوي الموسمي هجرة النور، والذي ينطلق مطلع العام الهجري المكرم في العشر الأول من شهر محرم الحرام، وسنكون معكم يوميا في هذا الوقت بثا مباشرا إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دخل علينا شهر محرم الحرام، الشهر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى إذ جعله من الأشهر الحرم يوم خلق السماوات والأرض، وصيره عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مطلعا لسنتنا. فعمر أمير المؤمنين لما أرخ التاريخ الهجري عين شهر المحرم أن يكون رأس السنة الهجرية. وقبل أمير المؤمنين عمر لم يكن للعرب تاريخ تؤرخ به أيامها، ولم يكن للمسلمين كذلك تاريخ يؤرخون به أيامهم وسنواتهم، إنما كانت تؤرخ الأيام بالحوادث، فيقال عام الفيل، عام أوطاس، عام كذا، ثم حتى بعد الإسلام يقال عام فتح مكة، عام بدر، عام أحد، عام الخندق، وهكذا. فانطلق التاريخ الهجري في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبإجماع الصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان الله تعالى وسلامه ورحماته. لشهر محرم الحرام أيها الإخوة، والذي نبدأ اليوم بأول أيامه الكريمة، لهذا الشهر مزايا يمتاز بها وخصائص يختص بها. منها كما قلنا أنه من الأشهر الحرم، وهي الصفوة التي اصطفاها الله تعالى وفضلها على سائر دهره. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم ثلاث منها متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وقد مضيا، والمحرم الذي دخل علينا بالخير والبركات، وواحد فرد منفصل عنها وهو شهر رجب المكرم. وفي الحديث المروي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الحديث رواه البخاري في صحيحه.
من معاني الأشهر الحرم، لماذا سميت الحرم؟ أن لها حرمة عند الله تعالى، بمعنى لها مكانة ولها مزية، كما نقول احفظ حرمة فلان بمعنى احفظ مكانته، فإن له الحرمة بمعنى الاحترام. فهذه الأشهر شهر أشهر محترمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن معانيها أيضا أن حرمة القتال فيها أعظم وأشد من غيرها من الشهور، مع أن القتال بالباطل بالظلم بغير الحق هو محرم يعني في كل وقت وزمان، لكنه آكد وأشد في هذه الأشهر، لأن المعاصي بصورة عامة تشتد، يعني يشتد إثمها وتشتد معصيتها في هذه الأيام، في هذه الأشهر. لما ذكر الله تعالى الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وظلم النفس يعني الذنوب، لا يعني أن الذنوب في غيرها حلال، لكن لماذا ركز الله تعالى على الأشهر الحرم؟ لأن الذنوب تعظم فيها، بمعنى كما أن الطاعات في أشهر الحرم أفضل من غيرها، فكذلك المعاصي في الأشهر الحرم أشد من غيرها. ومن مزايا شهر المحرم أن الصيام في أيامه هو أفضل صيام بعد الفريضة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. كم يصام من شهر المحرم؟ من استطاع أن يصومه كله فليفعل، من لم يستطع وصام بين يوم ويوم كان له بقدر نصف هذا الشهر، من صام الاثنين والخميس والأيام البيض منه فقد أحسن أيضا، يعني صم على قدر ما تستطيع، وكل شيء بحسابه عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن صيام المحرم هو أحب الأعمال إلى الله تعالى، أحب أيام الصيام بعد صيام رمضان، لأن رمضان فرض، وأحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض. قد يقول قائل قبل أيام ذكرنا بأن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما كان في العشر الأول من ذي الحجة. نعم، على العموم العمل، إن كان صلاة أو كان ذكرا أو كان قراءة قرآن أو كان صدقة أو أي شيء، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأول من ذي الحجة، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. لكن تحديدا الصيام، هذه العبادة على التحديد، هي في شهر محرم أفضل من أي يوم آخر على العموم، طبعا أفضل على التعميم على أيام الأشهر مما سواها عدا صيام رمضان، إلا الاستثناءات. هنالك أيام بعينها، هنالك كعرفة، عرفة يوم معين صيامه يعدل صيام سنتين، لكن على الشهور هنالك عندنا شوال، عندنا ذو القعدة، عندنا ذو الحجة، عندنا ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، هذه بصورة عامة من حيث إنها شهور المحرم أفضلها بالصيام بعد شهر رمضان المبارك. ومن مزاياه أن المحرم الحرام، هذا الشهر العظيم الذي ابتدأنا به اليوم، هو الشهر الوحيد الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، بمعنى سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله، سماه شهر الله. كل الشهور شهور الله، كل الشهور شهور الله، كل الدهور دهور الله، لكن لماذا سمى المحرم بشهر الله؟ هذا تشريف وتكريم. طبعا في الحديث ذكرناه قبل قليل، شهر الله المحرم، فتسمية المحرم بشهر الله فيه دلالة على مكانته المشرفة وفضله، فإن الله تعالى لا يضاف إلى اسمه إلا خواص مخلوقاته. لذلك يعني نسب بعض أنبيائه في القرآن إلى عبوديته فقال عبد الله، أو قال عبده مثلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده، هكذا. وإلا كلنا عبيد الله، لكن هذا تشريف لخواص من خواص الله تعالى. كل مسجد هو بيت الله،
لكن الكعبة سميت ببيت الله تكريما وتشريفا وتفضيلا لها على سائر البقاع وهكذا. إذن عندما سمي المحرم بشهر الله هذا تكريم وتعظيم فيه. طيب ما معنى التكريم والتعظيم؟ مكرم ثم ماذا؟ يعني يحرضنا الله ورسوله أن نخصه بالعبادة أكثر من غيره، وأن يعني نتجنب فيه المعاصي كذلك، مع أنه يجب علينا أن نتجنبها طيلة السنة، لكن كما قلنا الأشهر الحرم فيها تركيز. فالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ينسبون شهرا من الشهور إلى الله تعالى يجب أن نحسب له ألف حساب، خلاص هذا هو المقصود. من مزاياه أيضا أيها الكرام أن فيه يوم عاشوراء، في المحرم في العاشر منه يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله تعالى فيه إبراهيم عليه السلام من نار النمروذ، ونجى الله تعالى فيه موسى وأصحابه من فرعون وجنوده، وفيه شرع الجهاد، وكانت يعني كان الأنبياء النبوة الأولى كانوا يدعون بالدعوة إلى أن ينتهوا، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر من أقوامهم، الله تعالى يقول انتهت المهمة، يخرجهم هم والمؤمنين، ثم يخسف بالباقين وينزل عليهم غضبه. في عهد موسى عليه السلام شرع الجهاد وشرع القتال، فصارت نصرة الدين بالسيف وبالسلاح، كان في يوم عاشوراء على عهد موسى عليه السلام، فهو من الأيام المكرمة العظيمة. ومن مزايا شهر الله المحرم أنه الشهر أن اسم محرم هو اسم إسلامي، اسم إسلامي دون باقي الأشهر، باقي الأشهر كلها أسماؤها معروفة عند أهل الجاهلية إلا المحرم. كان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول، والذي يليه اسمه صفر الآخر الذي نسميه الآن صفر الشهر القادم. فشهر المحرم كان اسمه صفر الأول، وثم الثاني صفر الآخر، ثم في الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرم ومضى هذا الاسم بعد ذلك. ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. كانت هذه بعض المزايا والصفات والخصائص لشهر الله المحرم الذي ابتدأنا أيامه اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤتمرين بما به أمر سبحانه، والمنتهين عما عنه وزجر، والممتثلين لطاعته، والمستغلين لأيامه، وذكرهم بأيام الله. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، لنترك المجال لاستقبال أسئلتكم. إذا نأخذ الآن فاصلا ثم نرجع بعد ذلك إلى ركن الفتاوى. نستغل الفاصل بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله والله جليس من ذكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواننا الكرام مرة أخرى. وصلنا معكم إلى ركن الفتاوى، نستقبل أسئلتكم على الهواء مباشرة على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم، كذلك من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة في الفيسبوك، والتي يبث فيها الآن برنامجنا بثا مباشرا. ونبدأ على بركة الله، عندنا اتصال الأخت أم باسم من بغداد، تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يا أفضل، أقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أو المسلمين والمسلمات. طيب شيخ، أنا مثل علي ندر، نعم، مثل يصير أطبخ ووزع بمحرم. شنو كان ذيش بالضبط؟ قلت نذر الوجه لا قدر أوزع. قدر طعام؟ إيه قلت قدر الوجه لا أوزع أطبخ طبخ. ها غدا غدا قلتي غدا. للجيران. قلتي غدا. إيه للجيران. حددتي الجيران. إيه بس الجيران، قلت نذر على أسوي قدر ووزع للجيران. حددتي وقت من الأوقات؟ لا لا. زين. شيخنا مثل الآن أصلي صلاة تسمون القبليات، الأمور قبليات، صلاة مثل ما كنا نصليها قبل،
هسه صار لي تقريبا 6 سنين اصليها. هم لها نهايه لو دائما ابغى اصليها. شنو هي الصلاه؟ قضاء قضاء. ها. شيخنا. نعم. مثل اقول اللهم اغفر لي ولامي ولابي، يصير لو لازم بس امي وابوي كل واحد ببعده اقول لهم الله يغفر لهم. زين. مشكور رحم الله والديك. اهلا وسهلا. الاخ عبد الرحمن من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف شيخنا؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. شيخنا بلا زحمه ممكن سؤال؟ تفضل. العفو، سوره الملك بعد صلاه العشاء مو تنقري هي؟ طيب. زين عادي انا اصلي بالجامعه ورا ما اكمل صلاه العشاء مباشره اقراها عادي ماكو مشكله؟ طيب. بس هالسؤال. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. الأخت أم عمر من كركوك تفضلي. السلام عليكم شيخ، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يا ربي. حياكم الله، أهلا وسهلا. شيخ أنا فتحت توفير بمصرف الإسلامي العراقي. طيب. فقالوا حسب الأرباح يعني نخلي على فلوسك. يعني الأرباح ما يحددوها، يقولون يعني الأرباح اللي تجي احنا نخلي كل شهر، فهذا الشيء حلال لو حرام؟ طيب. عندك سؤال آخر أختي؟ يعني هو مصرف إسلامي يعني يعني بس هم شنو؟ احنا ما لنا علاقة بالأسماء، احنا ما لنا علاقة بالأسماء. أنا أقول لك الصيغة إذا كانت مكتوبة 1 2 3 فهو حلال، إذا مكتوبة 1 2 3 حرام. تمام؟ تمام شيخ. ان شاء الله باذن تمام. الله. طيب. ان شاء الله. اهلا وسهلا. الاخت ام وليد من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ اني يعني حاولت بقدر امكاني، هاي صار اني ثاني شهر بس ردت احصلك والحمد لله والشكر حصلتك. الحمد لله. اني ام الولد واحد. طيب. وهذا الولد توفى. سبحان الله. ايش قد عمره من توفى؟ صار له يعني هذا الشهر الثالث. ايش قد عمره لما توفى؟ يعني صغير ام بالغ؟ عمره 14 سنه ونص. سبحان الله. صف ثالث متوسط. سبحان يعني تغمده بالرحمه الواسعه. لا حول ولا قوه. المدرسه ضرب طالب وتوفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة. يرحم والديك شيخ، أنا بس ردت أعرف أنه ابني يعني يعتبر طفل لو بالغ. أنتوا أعرف. أنت أعرف إذا كان بالغ ولا مبالغ. يعني بلغ مبلغ الرجال يعني هو؟ أنت تعرفين معنى البلوغ. البلوغ يعني يكون عنده الاحتلام. هو بلغ هذا الشيء؟ أي عنده. إذا احتلم هو بالغ. زين شيخ، هو بس انا ردت اعرف يعني علي ذنب، هو هاي السنه بس بالذات يعني قالوا لي هاي عمر المراهقه يعني شويه خربط عنده بالصلاه، يعني قبل هاي السنين المضت يعني هو كله صوم وصلاه ويعني كلش ملتزم، بس هاي السنه شويه خربط عندي بالصلاه، يعني الا اني الح عليه الا هذا، قالوا لي لا تضغطين علي هواية عمر المراهقة هذا. لا حول ولا قوة الا يعني هل علي ذنب يتسجل؟ طيب. اي يعني لما توفى كان تارك الصلاة ولا يصلي؟ والله شيخ يعني قلت لك متقطع. يصلي لكن متقطع. طيب. اي صلاته متقطعة. واني شيخ يعني دائما يعني دائما يعني الحمد لله والشكر دا يجيني يعني بالمنام واشوفه ويحاكيني على قضيته، يعني احنا قضيته هسه يعني احنا بيناتنا شكاوي، التقرير الطبي مالته يعني صارت عليه اشكالات من قبل يعني ذوي الولد اللي قتله، ف احنا دا نراجع على التقرير مالته وهسه يعني لحد هسه قضيته ما فضت يعني بالمحكمه وهذا.
دي يقولون عليه هو مريض وهذا وشهادات زور صارت عليه. فاني هسه يعني دي يجيني بالمنام يعني يقول لي يما انت لا تظلين تبكين ولا تنقهرين. واني يعني مره من المرات يعني لو اقول لك عليه حاجاني يعني حاجاني حلم طويل. قال لي يعني عوفي بس اختي هذا الموضوع. بس اختي اختصر يعني الله يرضى عنك، احنا بالنسبه للاحلام ما راح نفسر، بالنسبه للاحلام اعتذر ما راح نفسر يعني. اي فقال لي تركي هذا الموضوع ولا تظلي تنقهرين على هذا الشيء واني بخير. ومنام للمنامات دي يقول لي ادور على قبره، دي يقولوا لي قبره شخص، قال لي قبر ابنك صعد للسماء الاولى هو وابنك صعدوا للسماء الاولى. زين طيب. واني بس هو ردت اعرف يعني اكو حساب على ابني يعني ما اعرف. تسمعين الاجابه على كل الآن. تسمعين الاجابه على كل هذه الاسئله ان شاء الله. ان شاء الله الشيخ رحمه الله ان شاء الله عندي. الله يحفظكم يا رب. بقعدنا حتى ما نوقف، انا اريد اقول المخرج وقف الاتصالات، صار عندنا 10 اسئله، لكن حتى لا يبقى الاتصال معلق، ابو احمد من الدياله تفضل وبعدها وقف الاتصالات اخي المخرج. تفضل يا ابو احمد عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك شيخ؟ شلونك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك ويحفظك يا رب. شيخنا العزيز عندي سؤال. الله يعزك تفضل. على مود السنه القبليه مال يوم الجمعه، يعني اذا يصير بيها نوبات جماعه بعض المساجد يصلونها وبعض المساجد يقول ما موجوده. هذا السؤال. والسؤال الثاني عندنا اطفال قبل يعني قبل ما يكمل عمرهم بطنهم 9 اشهر يعني 7 اشهر وثمان اشهر يعني تسقطوا وتوفوا، وقسم منهم لا بقوا يوم يومين احياء وقسم من يعني من قاحم متوفين، فهل عليهم عقيقه يعني؟ طيب نعم شكرا. اهلا وسهلا. عندك سؤال اخر اخي؟ شكرا يا شيخ. حياك الله عيني. بالنسبة للأخت التي سألت هل يقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أم المسلمين والمسلمات؟ كل ذلك جائز، كل ذلك جائز ولا فرق في ذلك إن شاء الله. عليها نذر، لم تحدد متى يعني نذرت أن توزع غداء للجيران، توزع غداء للجيران، لم تحدد وقت، يجوز أن تفعليه متى شئت في أي وقت شئت، لكنه يجب، يجب أن توزع طعام للجيران. نعم. وعليها قضاء، عليها قضاء صلوات هي تقضي منذ 6 سنوات، تقول إلى متى ينتهي؟ على قدر السنوات التي تركتها. أنت كم سنة ما تصلين؟ يعني أنت ما ذكرتي متى بدأتي الصلاة. الصلاة تجب بالبلوغ، ما قبل البلوغ ليست واجبة، ليست واجبة. نعم أمرنا الله تعالى أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبناءنا بالصلاة عند 7 سنوات وأن نضربهم عند 10 سنوات، لكنها ليست واجبة، إنما هو تعليم وتأديب. تجب عند البلوغ تقريبا 13 سنة بالنسبة للرجل و 12 سنة بالنسبة للبنت، هذا هو عمر البلوغ. فإذا أنت بديت تصلين عمرك مثلا 20 سنة فعليك أن تقضي 7 سنوات أو 8 سنوات تقريبا. إذا كنت يعني تصلين في كل يوم قضاء ليوم واحد تستمرين بقدر هاي السنوات، يومية تقضين يوم يعني يومية، وهي كل وقت وقت آخر، ويا الفجر فجر قضاء، ويا الظهر ظهر قضاء، وهكذا باقي الأوقات الخمسة. فإذا فعلتها فكل سنة أنت تكونين قد قضيت سنة. زين إذا صلين يومية وقتين قضاء عدا الفرض اليوم، اليوم صليت الفرض صليت معه وقتين قضاء يعني قبله، الظهر يجوز قبله أو بعده، لكن الفجر والعصر تكره الصلاة بعدهما. المهم تصلين معه وقتين، هنا في السنة الواحدة تكونين قد قضيت سنتين وهكذا. فأنت مضى عليك 6 سنوات تقضين، أنت لم تذكري ما هو السن الذي بدأت به في الصلاة، فاحسبي من 12 أو لنقول من 13 إلى السن الذي بدأت به بالصلاة، كم سنة فاتتك؟ خلاص تقضين هذه ولا يجب عليك أكثر من ذلك. تقول في دعاء في دعائها اللهم اغفر لي ولأمي ولأبي، هل يجوز ذلك؟ طبعا. تقول لازم ألا الأم واحد والأب واحد؟ لا، هو دعاء واحد. قول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، أنت شملت المؤمنين كلهم الأحياء والأموات وخصصت أمك وأباك، وهذا دعاء نبوي دعا به سيدنا إبراهيم عليه السلام وموجود، ودعا به سيدنا نوح عليه السلام وهو موجود في القرآن الكريم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وهكذا.
الأخ قال بعد العشاء تقرأ سورة الملك، هل يجوز أن نقرأها بعد صلاة العشاء مباشرة؟ نعم، ويجوز حتى قبل صلاة العشاء، لكن بعد الأذان. يعني ربما أنت تمشي بعد دخول الأذان يؤذن العشاء وأنت ذاهب إلى المسجد تقرأ سورة تبارك، لأنك في الليل حتى قبل صلاة العشاء، لكن ليس قبل أذان العشاء، وإن كان تأخيرها أفضل. فأنت تقرأها بعد الفريضة مباشرة، استمر على ذلك جزاك الله تعالى خيرا، وهي تشفع لك من عذاب القبر. ليس فقط تشفع من العذاب، تشفع حتى من الحساب. الحساب هو سؤال ملكين، فإذا دخل ملكان عليك من قبل رأسك تقف وتقول لا قبل لكم، ما أسمع لكم تدخلون. من على يمينك على يسارك من جهة قدميك تقف صلاة سورة تبارك، يعني تدفع عنك الحساب، بل حتى يوم القيامة تشفع لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية ما زالت تشفع لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تشفع وتلح حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. طيب، الأخت التي عندها استثمار أو تشغيل أموال من مصرف إسلامي، ما حكم هذا؟ لاحظي أختي إلى البنود التي يجب أن تتوفر في هذا العقد حتى نقول أنه حلال. أولا يجب أن تحددوا في العقد أن رأس المال قابل للربح والخسارة. رأس مالك إذا خسر المصرف يخسر جزء من رأس المال، أن يكون رأس المال قابلا للربح والخسارة. ثانيا تحديد نسبة من الأرباح، نسبة لك ونسبة للمصرف. المصرف يشغل المال ودوره هنا أنه مضارب، هذا عقد مضاربة يسمى بالشريعة الإسلامية، وعقد المضاربة أن المال من إنسان والجهد من إنسان آخر، والمصرف يعد شخصا معنويا. المصرف وخمول الحياطين اللي راح يشغل فلوسك أكيد هم ناس الذين يديرون يعني إدارة المصرف، فهم بجهدهم وأنت بمالك، فتقتسمون الأرباح، تحدد نسبة من الربح. يقول هذا المبلغ الذي عندك عندما يربح مالا 50% لك و50% لنا، أو ثلث بثلثين، ثلاث أرباع بربع، المهم توجد نسبة معينة يكون قسمة بينكم وبين المصرف. ولا يجوز أن تكون مبهمة، لا يجوز أن يقول نعطيكم أرباحا بحسب يعني بحسب ما تربح الأموال. طيب أرباح كم بالمئة تعطيني؟ هذا مجهول، لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل، هذا فيه غرر. الغرر بمعنى الشيء غير المعلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فهذان الشرطان، أولا أن رأس المال خاضع للربح والخسارة، مو والله يقول لا رأس المال ثابت ما نلعب به، إذا خسرنا إحنا ما نحملكم الخسارة، لا يجوز، هذا سيكون ربا، كأنما مال وتأخذون عليه أرباحا، فيكون قرضا جرى منفعة فيكون ربا. رأس المال خاضع للربح والخسارة، والأرباح أرباح هذا المبلغ تقسم وفق نسبة محددة في العقد. الأخت التي توفي ابنها وعمره 14 سنة قتل في مدرسته، أسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء. توفي وعمره 14 سنة، سألت عليه عدة أسئلة. أولا تقول هل يحاسب؟ ما دام بالغا نعم يحاسب، من بلغ الحلم فتحت الصحائف وجرى عليه القلم فتكتب له الحسنات والسيئات. ثانيا تقول لما بدأت، يعني هو كان يصلي قبل هذه، ثم لما دخل في هذه المرحلة صارت بعض النساء، وحقيقة أنا أقول عنهن رفيقات السوء أيا كانت قرابتهن منك، يقولن لها لا تضغطي عليه وفي مرحلة المراهقة. إخوان، عبارة المراهقة ذريعة لفتح المجال للمعاصي. كثير من يعني المراهقة تطلق ما بين 14 إلى 18 سنة إلى 19 سنة، ربما 20 لا يزالون يسمونه مراهقا. هل تعلمون بأن الذي قتل أبا جهل في معركة بدر لم يكن يتجاوز 12 من عمره؟ اثنان صبيان 11 و12 من عمره. هل تعلم بأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى المدينة سفيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وآمنت عليه وأسس القاعدة الجماهيرية لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم
ولنقل الإسلام من مكة إلى المدينة وللبيئة الحاضنة وتأسيس الدولة لم يكن قد تجاوز 19 من عمره، بل استشهد وعمره تقريبا 21 أو 22 سنة. هل تعلمون بأن محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية التي عصت على كل أمة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينية، والقسطنطينية هي اسطنبول الآن في تركيا، المدينة التي جزء منها على البر وجزء منها على البحر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بفتحها، قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، وكانت بلدة ذات حصون عالية. الذي غزاها هو أمير المؤمنين محمد الفاتح الخليفة العثماني رحمة الله تعالى عليه، عندما بدأ بتجهيز الحمل عمره 19 سنة، وعندما فتحها ودخلها غازيا عمره 21 سنة. عن أي مراهقة تتكلم؟ أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم نشروا العلوم وقعدوا القواعد وألفوا المؤلفات ولم يصلوا 19 سنة. عندك علم؟ فهذه عبارة خليه مراهق، خليه مراهق. شنو مراهقة؟ شنو هذا العبارة؟ لينشأ ابنك رجلا مباشرة، أنشئوا أبناءكم رجالا يخدمون دينهم ويخدمون أوطانهم ويخدمون مجتمعهم، ولا تنشئهم على ذريعة المراهقة. المراهقة يعني الانفلات، المراهقة يعني التخنث، المراهقة تعني الليونة، وهذا الرجل ليس محله الرقة وليس محله الليونة، محله الشدة والصلابة والقوة. هذا سيكون درعا لأمته، لا يعيش عيش الإناث. الإناث لهن الرقة ولهن النعومة ولهن الليونة، لأن محلهن هكذا بفطرتهن، الله سبحانه وتعالى خلقهن. فاحذروا، هذه سؤال الأخت فيه عبرة، احذروا يا إخوان رفاق السوء. ربوا أبناءكم على أن ينشأوا رجالا، قولوا لهم فلان القائد الفاتح كان بعمرك، فتح الفتوحات، يحمل السيف ويقاتل، كان بعمرك. على أي حال، هل يحاسب الإنسان إذا بلغ الحلم؟ طبعا يحاسب، لكن الذي قتل بآلة جارحة هو يعد شهيدا، يعد شهيدا، والدم يعني الدم الذي يسيل من الشهيد يكون من أسباب الشفاعة ومن أسباب المغفرة، خاصة هي بشرت بالرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الرؤى بالمبشرات، منها أنه صعد إلى السماء الأولى. الأخت تسأل، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال الآخرة تصعد روحه إلى السماء فتفتح له أبواب السماء، وأما العبد العاصي فتغلق أمامه أبواب السماء، فكونه صعدت روحه إلى السماء هذه مبشرة إن شاء الله. وأما أنه يقول لها أتركي هذا الموضوع، ليس واجبا عليك أن تتركيه، يحق لك أن تطالبي بدمه وأن تطالبي بديته، وهذا حق عليك. حتى لو قال لك في المنام أتركيها، قد يكون هذا من أضغاث الأحلام، وقد يكون من عبث المنام، من عبث الشيطان في منام ابن آدم، فليس واجبا عليك أن تتركي المطالبة بدمه، بل طالبي فهذا حق لكم. الأخ الذي سأل عن السنة القبلية للجمعة، السنة القبلية للجمعة فصلنا الكلام والأدلة فيها عدة مرات في برنامجنا، والأصح من الأدلة أنها سنة ثابتة، وهذا قول جمهور الأئمة، هذا قول جمهور الأئمة، وهو وارد حتى عن يعني سلفا وخلفا، وفيه أدلة كثيرة لا نريد أن نطيل فيها لأننا ذكرناها سابقا. بالنسبة للطفل السقط، هل عليه عقيقة؟ إذا لم يستهل صارخا، بمعنى مات في بطن أمه، فليس عليه أحكام الميت، لا التغسيل ولا التكفين ولا هذه الأمور، إنما يلف بخرقة قماش ثم يدفن، على رأي جمهور العلماء طبعا. وأما إذا ولد حيا ثم مات، فعند الشافعية نعم يستحب أن يعق عنه، عقيقة مستحبة ليست واجبة، ليست واجبة. أما عند أبي حنيفة لا، إذا لم يبلغ 7 أيام فليس عليه عقيقة. طيب، افتح باب الاتصالات أخي المخرج. هنا أخ يسأل يقول أنا لم أدرس أحكام التجويد، وأحيانا نلفظ نرى حرف ميم ومعها ضمة أو فتحة أو كسرة فوق بعض الكلمات في القرآن، هل هي من أحكام التجويد؟ نعم أخي، هذه من أحكام التجويد. كيف تكون ذلك؟ هنالك حكم اسمه الإقلاب. الإقلاب هو عندما تأتي
النون الساكنة أو التنوين يكون بعدها باء، تنوين يكون بعده باء أو نون ساكنة يكون بعدها باء، هذه النون تقلب ميم. وهذا طبعا عندنا حتى باللسان دون حاجة إلى أحكام. يعني مثلا عندما نقول أنبياء، انظر إلى نفسك كيف تكتبها وانظر إلى نفسك كيف تنطقها، تكتبها بالنون لكن تنطقها بالميم مجبور، يعني لا تقول أنبياء تقول أنبياء، أم مباشرة النون لفظت ميم. وكذلك عبارة أنباء أنباء، وكذلك عندما نقول مثلا أقول مرحبا بك، مرحبا مباشرة لم أقول مرحبا بك مع أنك تكتبها بالتنوين. فهنا إذا كتبنا هذه العبارة مرحبا بك، هنا في القرآن مثلا يضع فتحة وميم حتى يقول الفظ أم وليس أن، الفظها أم. كذلك إذا ضم وبعدها باء تنوين وبعده باء تقول مثلا أم به أن أم ولا تقول إن، والكسرة إم وليس إن، وهكذا. عموما التنوين والنون الساكنة ليست المتحركة إذا جاء بعدها باء فإنها تقلب ميما، وهذا الحكم يسمى الإقلاب. الأخ سعد من الفلوجة تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال لك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمت عليه نار. طيب زين، هاي الأربعة ناس تقول لك يصليهن اثنين واثنين على حدة واثنين على حدة، لو يصلي أربعة مجموعة. عندك سؤال آخر أخي؟ نعم يا شيخ. عندك سؤال آخر؟ سؤال واضح. لا شكرا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله عيني. الأخت أم عدي من الموصل تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، الله يحفظكم يا رب. شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول بخصوص الزكاة، أنا أبويا متوفي وما كنا نحن نزكي، هو كان يعني يزكي الأرض، وسع أبويا مات ورد سرق استفسر لأن نحن صرنا الورثة. شنو زكاة الأرض تقصدين؟ زكاة الزروع والثمار مثلا؟ لا لا، زرع حنطة. حنطة، طيب. اي انتوا لازلتم الى الان يعني، انتوا الى الان تزرعون حنطة؟ اي نعم، حنطة زرعناها والمزارع وردها على السايلو، اريد استفسر عنها شلون زكاتها تصير. تمام، تسمع لي إجابة مفصلة إن شاء الله. عندي سؤال آخر. وعندي أختي عندها راتب مال رعاية. زين. وأنطت تقول أريد أنطي بطاقتي يعني للدولة وينطوني بدالها 60 مليون اشتري لي بهن بيت. هل هذا حرام؟ للدولة؟ للدولة؟ يعني للبنك يعني. بس لحظة. يعني اكو قانون؟ والله هي قالوا اكو هيش قانون، يعني نعطيهم البطاقه يعطونا 60 مليون، بقول اذا اعطيهم البطاقه وقالوا لي بس كل سنه تجين تحاسين البيان السنوي وتروحين ما لك علاقه. طيب قول يعني اريد هذا يعني يدخل بطريقه الحرام او بربه. طيب يعني خلينا نقول تبيع بطاقات، يعني تبيع بطاقتها بستين مليون. ها ها، يعني تقول تبيعها يعني هم بستين مليون. ايه طيب، عندي سؤال اخر. لا شكرا شيخ. اهلا وسهلا. ام زكريا من بغداد تفضلي. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عيني. شيخنا عندي سؤال، انا موظفه وزوجي ايضا موظف، وأمي عندها راتب تقاعدي الحمد لله يعني يعني زين يعني الحمد لله، وهي ما عندها أحد بس هي، فزوجي ما يقبل إنه أني أنطيها من راتبي، فيصير يعني أنطيها بدون علمه. أختي هذا راتبك الشخصي يعني ولا راتب زوجك؟ لا راتبي الشخصي، أنا موظفة. طيب طيب أختي، عندي سؤال آخر. لا شكرا، بارك الله بك. أهلا وسهلا.
الأخ الذي سأل كيف نصلي النوافل التي هي 4 ركعات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسده على النار، أو حديث رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. يجوز أن تصلى ركعتين ركعتين، ويجوز أن تصلى 4، ولكن صلاتها ركعتين ركعتين أفضل. لماذا؟ تعرفون أن كل ركن من أركان الصلاة له ثواب، فإذا صليناها ركعتين ركعتين نكون قد سلمنا مرتين، في الركعة الأولى صار سلام، في الركعة الثانية صار سلام، ويكون عندنا مرتان تكبيرة إحرام، فتكون أركان زائدة، إضافة إلى أنه هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فيفضل أن تصلى ركعتين ركعتين، لكن لو صليت 4 متصلة يجوز ولا إشكال فيها. أبو سعد من أربيل تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شيخ عندي بس سؤال، أنا خرجت قبل قلت لك على الجامعة أصلي ما أبي أحد مرات. نعم. فأسمع الأذان عن طريق الموبايل لأنه كهرباء ماكو. بأربيل هم ماكو كهرباء؟ إيه ماكو كهرباء، فأسمع الأذان عن طريق الموبايل، بعدين إذا جاء أحد أقيم الصلاة. جاني واحد يعني وجد صلاح الدين قال لي ما يجوز لازم سلم حتى بدون سماعة، يعني ما حد يسمعني بس واحد. ما فهم شنو سؤالك؟ تسمع الأذان من الموبايل تمام، ما سوى ذلك شنو يعني؟ يعني يقول لي لازم يسلم هيجي بدون سماعة بدون ما حد يعني. طيب ما أنجح، فقلت أنا أسمع الأذان دخول الوقت عن طريق الموبايل. زين، هذا سؤال حياك الله. حياك الله. الأخت التي أرادت أن تعرف كيف تزكى زكاة الحنطة، كان أبوها رحمه الله يزكي والآن لا يزالون يعني يزرعون الحنطة، الآن حصدوا الحنطة ويريدون أن يأخذوها لتسليمها للسائل. الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، تجب زكاة الحنطة والزروع والثمار بصورة عامة عند الحصاد، عند الحصاد، لا تنتظرون حتى تباع إلى السايلو، لا ندري متى يسلمكم السايلو حقها. عندما تحصدون الحنطة تزينونها وتخرجون الزكاة. الزكاة كم؟ إذا كانت مزروعة ومسقية بواسطة السماء يعني على المطر فزكاتها العشر، يعني 10%، 10%، كل طن عليه 100 كيلو زكاة. وإذا كانت سقيت بالواسطة يعني بالمطورات فزكاتها 5%، نصف العشر 5%، يعني من كل طن 50 كيلو غرام. هذا بالنسبة لمقادير الزكاة. ويجوز إعطاء القيمة، يجوز أن نعطي القيمة بالسوق وليس بسعر السايلو، القيمة بحسب السوق يجوز الإعطاء، يجوز إعطاء القيمة نعم بالنسبة لي الحنطة، لكن قبل أن تسوق إلى السايلو. السؤال التي سألت سؤالا حقيقة غريب لما كنا نسمع أن هذا الأمر موجود، أنه إنسان عنده بطاقة لاستلام راتب الرعاية تسلمها للدولة والدولة تعطي بدلا عنها مبلغ 60 مليون، إذا كان للدولة فيجوز، إذا كان للدولة، هذا ليس ربا، هذا ليس ربا، إنما الدولة، لأن هي الدولة تعطي هذه الأموال منحة بالنسبة لراتب الرعاية، هو منحة من الدولة، فكأنما الدولة تخولك هل تريد أن أعطيك منحة طيلة العمر أو لأي وقت لا أدري إلى أن ينتهي، ربما تنتهي الشروط بهذا الفقير أو المحتاج، هل تريد أن نعطيك 60 مليون أو تريد أن نعطيك المنحة الشهرية؟ فهي الجهة المانحة. أما إذا تعطون البطاقة لغير الدولة، كان يكون ربما بنك أهلي أو شيء آخر، لا يجوز، لا يجوز، لأن هو لا يدري هل سيقبض أكثر من هذا 60 مليون أو أقل، لا يدري، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان مع الدولة نعم يجوز، لأنها هي الجهة المانحة. الأخت التي سألت بأن عندها راتب وتعطي أمها من راتبها الشخصي وزوجها يمنعها من ذلك، هل يحق له منعها وهل يجب عليها أن تستجيب له؟ لا، لا يحق له ذلك وليس واجبا عليها أن تستمع له. لماذا؟
المرأة لها استقلالية بمالها، الرجل ليس له استقلالية بماله، الرجل يجب أن ينفق على أهله، يحرم عليه أن يتصدق وأن يعطي لهذا ولذاك، وهو مقصر في النفقة على عياله. أنفق على عيالك كي تؤدي ما يجب عليك، ثم بعد ذلك افعل بما تشاء بأموالك، يعني تصدق أو غير ذلك. أما بالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا على عيالها، لذلك هي حرة بمالها حتى لو ألقته في النهر، لا يحق لزوجها أن يعترض، المال مالها. لكن حقيقة لحفظ المودة في البيت لا تخبريه، أعطي أمك بمعزل عنه، يعني دون أن يعلم، دون أن يعلم أعطي أمك. الأخ الذي ذكر أنه يصلي في مسجد على طريق، وهذا المسجد وحده يصلي فيه، لا يعرف الأوقات لكن يسمعها من الجهاز من الجوال، وقال له أحدهم لا يجوز، يجب أن تؤذن. شوف أخي، أولا هل يجوز الاعتماد على الأجهزة في معرفة دخول الأوقات؟ نعم يجوز، لكن إذا علمت بأن هذا البرنامج منضبط، هذا الجهاز والبرنامج الذي فيه مضبوط في معرفة الأوقات، ويفضل أن تأخذ ورقة فيها أوقات الصلاة للشهور، موجودة في المكتبات وكذا، أوراق مواقيت الصلاة، أوراق يعني مثل إمساكية رمضان لمواقيت الصلاة طيلة السنة، فهذا يعني، ثم بعد ذلك طبقها، فإذا سمعت الأذان من جهازك ثم طابقتها مع التوقيت، نعم عندئذ تعرف أنه قد دخل وقت الصلاة، فتفطر عند غروب الشمس إذا كنت صائما، وتمسك عند الفجر، وتصلي الأوقات. أما هل تؤذن، يعني هل يجب عليك أن تؤذن إذا كان لا يوجد مصلون؟ الأذان سنة، سنة مؤكدة حتى للمنفرد. إذا كنت في مكان لم تسمع فيه الأذان يستحب لك أن تؤذن في مكانك، ربما ناس طالعين في سفر في بلدة ليست إسلامية ولا يوجد فيها أذان، يستحب لك أن تؤذن قبل أن تقيم الصلاة وتصلي. لكن لو لم تؤذن، لو لم تؤذن هل عليك مشكلة؟ لا ليس عليك مشكلة، لكن إذا كنت في مسجد أذن، إذا كنت في مسجد أذن، إذا كنت داخل المسجد أو إذا كان بالسماعة، ولو تركته لا تأثم، لا تأثم، لكن خالفت بذلك السنة. ختاما أخ يسأل يقول أنا لم أصم اليوم ولم أكن أعرف بفضيلة الصيام في شهر محرم، هل يجوز أن أبتدئ من الغد؟ نعم يجوز، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك، وكما قلنا صم ما تشاء من أيام على قدر استطاعتك من هذا الشهر الكريم، وكلما كثرت كان الثواب أفضل، وآكدها صيام عاشوراء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقت البرنامج انتهى، نلقاكم غدا إن كان لنا في العمر بقية وبنفس هذا التوقيت إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم بخير ودمتم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.